ولا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين، النفي والإثبات. لا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين، النفي والإثبات. لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فلا توحيد إلا بإثبات ونفي. وطرق الإثبات والنفي كثيرة، مثل إنما إلهكم الله، لا إله إلا الله، وإلهكم إله واحد. المهم أن طرق التوحيد أو طرق الإثبات والنفي كثيرة، لكن التوحيد لا يتم إلا بأمرين هما النفي والإثبات. لماذا؟ لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة.